تبارك الله تنقولوا هنيئا للشعب المغربي وهنيئا للمنتخب المغربي وتنشكرهم على هذا الاداء الرائع اللي اكثر من رائع صراحه. وحنا فرحانين مع اخوتنا المغاربه كاملين واداء رائع للغايه. دونك نهايه شيقه، كان بزاف ديال ستريس، كان واحد الضغط مرتفع، ولكن الحمد لله النتيجه كما كتشوفوا. ما بقى لحد الان ما متيقاش، الحمد لله على هاد الفرحه. الحمد لله كنحمد الله وكنشكروا بزاف وليد الكراكي، وكنشكروا اللعابه اللي داروا اكثر من الجد، داروا فوق الجد، الله ينصرهم. وان شاء الله فينا مربوحه، ان شاء الله مربوحه كاس العالم، ان شاء الله ديالنا ما حدنا حتى شي واحد، ديما مغرب وليداتنا فرحونا الحمد لله، وكانوا في المستوى والمدرب ديالنا شاف شهرين ودار المستوى ودار انجاز عظيم. ديما مغرب مبروك، مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على الشعب المغربي. والله الا محتاجين هذه الفرحه كبيره، وان شاء الله الفينال، وان شاء الله غادي نديو لها كوب دي موند ان شاء الله. وعقلوا عليها الوطني اللي كانوا رجال، كانوا اسود، ونهدي هذا الانتصار لسيدنا الله ينصرو اولا وقبل كل شيء، الحامي ديال هذا الوطن والحامي ديال اللاعبين والحامي ديال. شكرا سي القجع، شكرا سي القجع. الا ما كاينش النيه ما كاين والو، ولد الركران ما كاين رضات والدين، ما كاين والو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.